من المباركية بدأ وزير الأوقاف ووزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة أولى زياراته الميدانية منذ تسلمه الوزارة. جولته التفقدية هذه تأتي في إطار جهود تطوير المنطقة التي باتت من أبرز وأشهر معالم البلاد، لما لها من مكانة تراثية وتاريخية جعلتها منطقة جذب سياحي. كجهاز فريق معني في تطوير المنطقة المباركية، عند بعض المقترحات سوف تضمن اللوائح القادمة، بحيث يكون إن شاء الله بصدد توحيد جميع اللوحات الإعلانية للمحلات، بحيث تكون لوحات موحدة، وتوفير بعض الخدمات التي تحتاجها المنطقة نتيجة الكثافة من الناس المرتادين لهذه المنطقة. البلدية تعكف بالتعاون مع الجهات المختصة على خطة تطويرية تستهدف أسواق المباركية والخدمات المقدمة لروادها. أنا من ناحيتي طلبت من معالي الوزير وأيد على أن يبقى السوق كما هو، تراثي، معلم تاريخي، يقصدون الناس من كل مكان. وأيضا معالي الوزير وعد أو يعني بلغ الجهات المسؤولة أن يهتمون في النظافة. كان في ملاحظات على النظافة في المنطقة، لكن حقيقة يعني والعذر يعني يقدم للإخوان، اللود العالي لمرتادين هذه المنطقة لا تتناسب وحجم عقود النظافة الخاصة بهذه المنطقة، راح ينظر لها بإذن الله. وحول جديد المشاريع التطويرية، كشف الوزير الشعلة النقابة عن دراسة تستهدف تطوير أرض مقابلة لأسواق المباركية، خطوة ضمن عديد جهود ضمنمات اللازمة لرواد أقدم أسواق المنطقة وأكثرها جذبا للسياح.